هاي هاي. من شغل آلاتي؟ في الواقع فعلياً لقد كان أنا. أجل، لقد أردت تقوية لعبة بوتشي المكسورة لكنني انزلقت. باختصار شاحنتي هي التي قويت. أوه، لحظة صغيرة، ما هذا الذي يطفو في قمعي؟ غدائي بسطرمة، موز، وجبن الوحش. لا بد أنه غير التركيبة التي تشغل آلتي وحول الشاحنة الموحشة، لا ليس هذا، إلى شاحنة وحش. هذا مذهل، إنها تقود نفسها. بوتشي، لا بد أنه اختبأ في الشاحنة قبل أن تصعق وتتوحش. علينا إنقاذ بوتشي، أرجوكم. لا تقلق يا دونجل، سنفعل. هيا بنا، لقد حان وقت الشحن. شحن فائق، شحن فائق، شحن فائق، شحن فائق، الآن موجز الأنباء. سكان الهلهم أخلوا الشوارع. شاحنة وحش يقودها كلب تقدم الطريق في البلدة. يجب أن يضع فوق لذلك الكلب حالاً. شحن فائق. تماسك يا بيلي، نحن نعتني بهذه المشكلة المتوحشة. شحن فائق. خبر جيد، ميكي هو المسؤول بالشحن الفائق. أجل، انقر شاشتك لمقاطع أكثر، وابد ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.